بيكم أعزائي المشاهدين وفقرة جديدة من فقرات كل الجمال. النهاردة هنتكلم على منتج من منتجات كل الجمال، منتج فعال جدا وسحري جدا لعلاج مشكلة حب الشباب. النهاردة هنتكلم أول حاجة على صابونة كالوليت. صابونة كالوليت هي الحل الأمثل والفعال والسحري لعلاج حب الشباب وزيادة التعرق، أو اللي احنا بنسميه excessive sweating. أول مشكلة هنتكلم عليها هو حب الشباب. الأول عايزين نعرف حب الشباب ده بيتكون إزاي. حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة اللي هي الديد سيلز، فده بيقفل المسام وبالتالي بيكون لي حب الشباب. الصابونة بتاعتنا هي الحل الأمثل لعلاج حب الشباب عن طريق مكوناتها. أول مكون هنتكلم عليه في الصابونة هو التي تري أويل أو زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي من أهم المكونات اللي موجودة في صابونة كالوليت. زيت شجرة الشاي معروف عنه أنه هو ليه أنتي باكتيريال إفكت أو مضاد للبكتيريا، لأن زيت شجرة الشاي بيقتل تماما البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب، وكمان بيضمن عدم عودته مرة أخرى. يعني صابونة كالوليت بتعالج حب الشباب وكمان بتضمن لنا عدم عودة حب الشباب مرة أخرى للبشرة، فهي علاجي ووقائي. تاني مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الساليسيليك أسيد. أكيد إحنا عارفين إن الساليسيليك أسيد بيبقى ليه تأثير مقشر، بيزيل ويقشر تماما الخلايا الميتة، فبتبقى الخلايا الموجودة هي خلايا ذات حيوية ونضارة كبيرة جدا بسبب الساليسيليك أسيد. زي ما قلنا في الأول إن حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة، الساليسيليك أسيد بيقدر إنه يقشر تماما الخلايا الميتة ويزيلها تماما، فبالتالي الدهون بتطلع عادي على سطح البشرة من غير ما المسام بتتقفل، وبالتالي حب الشباب مش هيتكون. كمان ساليسيليك أسيد ليه القدرة انه يضمن عدم عودة حب الشباب مرة اخرى الى البشرة. يعني هو برضو زي ما قلنا ان صابونة كالوليت هي حل علاجي ووقائي، يعني بتمنع تماما ظهور حب الشباب مرة اخرى. ثالث مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الزنك أوكسيد. الزنك أوكسيد بيشتغل عندنا بثلاث طرق. أول طريقة هو أنه أنتي أوكسيدنت. أنتي أوكسيدنت يعني مضاد للأكسدة، يعني الزنك أوكسيد أو أكسيد الزنك بيعمل على تجديد الخلايا الجلدية، بيعمل على تنظيم إفراز الغدة الدهنية للدهون، فبالتالي بيقي تماما من حب الشباب وبرضه بيمنع عودته مرة أخرى. تاني طريقة بيشتغل بيها الزنك أوكسيد إن هو أنتي إنفلاماتوري. أنتي إنفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب. إحنا طبعا عارفين إن الزنك أوكسيد بيستخدم في الأطفال في التهاب حفاضات الأطفال، هو كمان موجود في صابونة كالوليت، يعني هو مضاد للالتهاب. لو في أي حباية عندي عاملة التهاب أو إحمرار بيقدر الزنك أوكسيد إنه يلطف الحباية دي بتأثيره المضاد للالتهاب، وكمان زي ما قلنا بيمنع عودة حب الشباب مرة أخرى إلى البشرة. تالت طريقة بيشتغل بيها الزنك أوكسيد هو ان هو بيقي تماما من أشعة الشمس الضارة، يعني بيحمي البشرة تماما من أشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي بيبقى ليها تأثير ضار جدا على البشرة، بيسمر البشرة وبيقضي عليها تماما. فعشان كده عندنا الزنك أوكسيد بيقدر ان هو يحافظ على البشرة وبيحمي البشرة تماما من أشعة الشمس الضارة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الألترا فايلوت أو الأشعة الفوق بنفسجية. مكون آخر موجود كمان في صابونة كالوليت هو الويت جيرم أويل أو زيت جنين القمح. طبعا زيت جنين القمح أكيد كلنا عارفين إن هو من أهم الزيوت اللي بتعالج مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من البروتينات، المعادن، مضادات الأكسدة والفيتامينات، وكمان الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي لينوليك أسيد أو بنسميها الأوميجا 6. في كمان مكونات أخرى موجودة في صابونة كالوليت. إحنا في استخدام لصابونة كالوليت آخر قلنا عليه هو إنه بيعالج زيادة التعرق أو فرط التعرق اللي هو الإكسسيف سويتنج. فبنلاقي إن صابونة كالوليت فيها بعض المكونات اللي بتخليها بتعالج هذا العرض، وهي اللافندر أويل، الثايم أويل، وكمان الكلاف أويل اللي هو زيت اللافندر وزيت الزعتر وكمان زيت القرنفل. الثلاث زيوت دول بيبقى ليهم خواص مطهرة، بيبقى ليهم القدرة على ان هما يقتلوا البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الكريهة او اللي هي بتبقى بتسبب رائحة العرق. فبالتالي الثلاث زيوت دول من اهم الزيوت اللي موجودة في الصابونة، لان ليهم انتي
كوزمتيك افكت او خواص مطهره بتقضي تماما على البكتيريا اللي بتسبب هذه الرائحه الكريهه. بالنسبه لصابونه كالوليت، طريقه استخدامها ان هي بنغسل بيها البشره، بتترك الرغوه على البشره لمده 2 لـ3 دقائق وبعدين بنشطفها بماء فاتر. بيفضل استخدام صابونه كالوليت صباحا ومساء مرتين يوميا. طبعا تاثير صابونه كالوليت انه بيدي التاثير بتاعها اون ذا سبوت، يعني بتدينا التاثير على طول. بالنسبه لحبوب الشباب طبعا في اون ذا سبوت بنلاحظ بنضاره البشره، حيويه البشره، ما بتظهرش اي حب شباب جديد. بالنسبه لعلاج حب الشباب اللي موجود ده، فده بيظهر في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع من استخدامنا للصابونه، بنلاقي ان الحبوب هديت خالص، وطبعا بنضمن لحضراتكم عدم عوده الحبوب دي مره اخرى. طبعا صابونه كالوليت هي مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وزي ما قلنا هي الحل الامثل لعلاج حب الشباب، وكمان القضاء عليه تماما وضمان عدم عودته مره اخرى، وكمان علاج زياده التعرق او فرط التعرق اللي بنسميه الاكسسيف سويتنج. تاني مكون هنتكلم عليه النهارده هو لوشن وايت ويلو. لوشن وايت ويلو هو الحل السحري والاكيد والفعال لتفتيح البشره. طبعا لوشن وايت ويلو هو كمان الحل الاكيد لعلاج تصبغات الجلديه اللي موجوده في البشره، البقع السمراء اللي موجوده في البشره، سواء كانت في منطقه البيكيني او في الاندر ارمز او في اي منطقه في الجسم، بيقدر لوشن وايت ويلو ان هو يعالجها. برضو لوشن وايت ويلو هو الحل الفعال والاكيد لعلاج الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين، وكمان علاج النمش لو في نمش في البشره او في الجسم، علاج الكلف. وكمان لوشن وايت ويلو ليه تاثير مرطب او ايمولينت افكت لعلاج التشققات اللي ممكن تبقى موجوده في اي منطقه في الجسم، سواء كان الكوع او الكعبين. هنتكلم دلوقتي على مكونات لوشن وايت ويلو. اول مكون من مكونات لوشن وايت ويلو هو الليكريش اكستراكت. الليكريش اكستراكت ده بيشتغل على الخلايا الجلديه، بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلديه، فبيقلل افراز الميلانين وبالتالي المنطقه بتظهر فاتحه. طبعا احنا عارفين كلنا ان الميلانين كل ما بيزيد الافراز بتاعه كل ما بتظهر المنطقه غامقه، فلقينا ان الليكريش اكستراكت اثبتت الابحاث ان الليكريش اكستراكت بيشتغل على الميلانين، بيقلل افراز الميلانين، فبالتالي المنطقه بتظهر فاتحه. وكمان الليكريش اكستراكت ليه ميزه مهمه جدا، انه بيعمل على توحيد لون البشره، يعني تظهر كلها بلون واحد من غير اي تصبغات جلديه، من غير اي بقع غامقه. تاني مكون من مكونات اللوشن وايت ويلو هي الكوجيك اسيد. الكوجيك اسيد دي ماده طبيعيه 100% مستخلصه من نبات الفطر او المشروم. الكوجيك اسيد كمان بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلديه، بيقلل افراز الميلانين، فبالتالي المنطقه بتظهر فاتحه من غير اي تصبغات جلديه، من غير اي بقع داكنه. وكمان الكوجيك اسيد بيعمل على توحيد لون البشره، يعني البشره كلها بتطلع بلون واحد زي ما قلنا، من غير اي بقع، من غير اي تصبغات جلديه. في مكونات اخرى موجوده في اللوشن وايت ويلو هي التيتانيوم دايوكسيد. احنا عارفين ان التيتانيوم دايوكسيد هو عبارة عن بيحمي الجلد تماما من الاشعة الشمس الضارة اللي هي الالترا فايلوت ريز، اللي هي الاشعة الفوق بنفسجية. التيتانيوم دايوكسيد ده بيبقى من ضمن الانجريدينتس الموجوده في اي سان بلوك، فاحنا عندنا كمان لوشن وايت ويلو بيعتبر زي سان بلوك ممكن نحطه قبل ما ننزل الصبح، لانه زي ما قلنا بيحتوي على التيتانيوم دايوكسيد اللي بتحمي البشره من الاشعه الفوق بنفسجيه اللي بيبقى ليها تاثير ضار جدا على البشره، بتهدم خلايا الجلد وبتهدم خلايا البشره، فبنلاقي ان لوشن وايت ويلو بيقدر انه يحمي البشره من الاشعه الفوق بنفسجيه اللي ممكن تضر البشره جدا. بالنسبه لمكونات اخرى موجوده في لوشن وايت ويلو، وهي مكونات مهمه جدا، وهي دي اللي بتدي التاثير المرطب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو بيعالج تشققات القدمين او الكعبين او تشققات الكوع. فبنلاقي ان لوشن وايت ويلو فيه البارافين اويل والسيليكون اويل والويت جيرم اويل وكمان فيتامين سي وفيتامين اتش وفيتامين اي. كل المكونات دي بيبقى ليها ايمولينت افكت او تاثير مرطب، بيقدر ان هو يعالج التشققات اللي ممكن تظهر في الكعبين او في الكوع او في اي منطقه بنسميها السكين كراكس.
ففعلا لوشن وايت ويلو بيدي نتيجة هايلة جدا في علاج التشققات. طبعا ما ننساش برضو ان لوشن وايت ويلو بيبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي، وطبعا دي الفيتامينز مهمة جدا للبشرة، بتعالج مشاكل كتيرة جدا للبشرة، بتعمل على توحيد لون البشرة. يعني فيتامين اي وفيتامين سي بيقدر انه يوحد لون البشرة، بتظهر كلها بلون واحد من غير اي بقع، من غير اي تصبغات جلدية. وكمان فيتامين سي بيدي نضارة للبشرة، حيوية للبشرة، ودايما بيظهر البشرة في بشكل اكثر طفولي او بشكل شبابي اكتر، طبعا نظرا لوجود قلنا فيتامين اي وفيتامين سي. بالنسبة للوشن وايت ويلو، زي ما عودناكم دايما كل منتجاتنا حاصلة على تصريح من وزارة الصحة المصرية. وبكده نوصل لنهاية فقرة كل الجمال، اتمنى ان احنا نكون افدناكم، في انتظار اي اسئلتكم او ملاحظاتكم على منتجاتنا. طبعا زي ما انتم عارفين المنتجات كلها بتطلب من الارقام اللي بتظهر على الشاشة، ما بننزلش في اي ماركت تاني، وذلك منعا للغش والتزوير التجاري، وكمان تسهيل لراحة العملاء، بنوصل لكم كل المنتجات لحد البيت في اي محافظة، بس بتتصلوا على الارقام اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة. واتمنى اكون افدتكم، وفي انتظار اسئلتكم وملاحظاتكم على اي حاجة تحبوها. مساء الخير، مساء الفل على عيون مشاهدين اتغير مع عيوننا في كل مكان. النهاردة عندنا أكتر من فقرة، لكن فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن أحدث حاجة في مجال جراحات السمنة المفرطة. الحقيقة المجال ده فيه تطور مستمر، ويعني يمكن هنتكلم كمان عن التكميم المعدل، هنتكلم عن تحويل المسار، هنتكلم عن السياحة العلاجية، وإزاي بقينا قبلة في عالم جراحات السمنة المفرطة لجميع جنسيات العالم. فما ينفعش إن احنا نتكلم عن ده كله إلا لما يكون معنا ضيفنا العزيز والصديق العزيز اللي بسعد بلقائه جدا جدا، والحقيقة بينتظره كثير من السادة المشاهدين، دكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنة والسكر بطب عين شمس، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وزميل الكلية الملكية للجراحين لندن، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. يا أهلا يا دكتور كريم. أهلا وسهلا. يعني أنا دايما بقول إذا ذكرت يعني المهارة الشديدة ذكر دكتور كريم صبري. الله يخليك، شكرا. إذا ذكرت الإنسانية والضمير في العمل ذكر دكتور كريم صبري. شكرا. يعني أنت النهاردة جايب لنا بقى الجديد، وأنت دايما بتجيب لنا الجديد. ايه احدث حاجه في مجال جراحات السمنه المفرطه دكتور كريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان كل يوم في جديد في جراحات السمنه والسكر، جديد على مستوى التقنيات اللي هي بنشتغل بيها، المناظير اللي هي الهاي ديفينيشن، الدبسات اللي هي الباورد، اللي هي يعني في دلوقتي دبسات مستخدمه في اجراء عمليه تكميم او تحويل باورد، بتدوس على زرار بتقطع وتدبس في نفس الوقت النو تايم. يعني في طبعا على المستوى اللي هو يمكن المناظير، في مناظير دلوقتي 4K، يعني في حاجات يعني ادفانسد بتقلل وقت العمليه، بتزود السيفتي اب تو ان هو بيوصل ان شاء الله يعني بيوصل ل 100% بدون مشاكل خالص بنسمع عنها يعني في مجال جراحات السمنه والسكر. يعني عايز اقول ان على المستوى التقني او العملي في جديد دايما على مستوى المستخدمات الطبيه، وفي جديد بالنسبه لانواع العمليات المستخدمه. زي تعديلات مثلا على تكميم المعدة. تكميم المعدة الناس بتخاف من تكميم المعدة، من يعني ربما يكون في هناك في بعض الأماكن مشاكل منها، لأن احنا عدلنا عليها دلوقتي وبنعمل يعني ما بنسيبش بقى التكميم اللي هو بيعالج عمليات اللي هي بيعالج السمنة المفرطة، بنعمله بالمنظار، احنا بنعمل عليه تعديل دلوقتي لمنع التسريب ومنع النزيف، بنخيط طبقة دهنية تانية فوق طبقة الدبابيس اللي هي المستخدمه، بحيث ان هي تقلل من فرصه اي مضاعفات. زي كفر يعني يا دكتور؟ كفر زي تاني. كفر تاني. طبعا. طبقه تانيه، يعني الدهون اللي هي اللي احنا فصلناها عن المعده اللي هي الموجوده،
بعد عزل الجزء الكبير منها بنعيد خياطه الجزء اللي هو اللي فيه دبابيس الدبابيس بحيث ان احنا ما نسيبش الامور ل يعني يعني للظروف لاي ظرف طبعا يعني احنا ممكن نقول ان احنا لو حصل تسريب او حصل حاجه ما بعد العمليه بيبقى سببها ان احنا قد يكون دبوس فك او حاجه، لا احنا ما بنسيبش الامور للظروف. ده بنعمله في التكميم وبنعمله في تحويل مسار المعده المصغر او تحويل مسار المعده التقليدي. طيب هل في احتياطات بقى وجبه لمنع المضاعفات؟ يمكن دي من ضمن الاحتياطات اللي انت قلت عليها دلوقتي اللي بتعملوها في عمليات التكميم او في عمليات التحويل. طبعا يعني احنا طبعا عارفين كلنا ان عمليات السمنه المفرطه هي مجموعه عوامل اذا توفرت ما قبل العمليه واثناء العمليه ان شاء الله السيفتي خلاص هتبقى 100% باذن الله. الاحتياطات الواجبه احنا بنحضر المريض تحضير مظبوط، يعني كل يعني اي شك في اي مشكله في القلب، مشكله في الصدر، مشكله في يعني اي اجهزه ثانيه في الكبد احنا بنصلحها قبل العمليه وبنعمل التحليلات الكافيه ما قبل العمليه. لان طبعا مريض السمنه ده يعني هو عايز يحسن اللايف ستايل ما بعد العمليه، مش عايز يدخل في مشاكل يعني. واذا تحسن موضوع السمنه هيتحسن كل حاجه، قلبه هيرتاح، ضغطه هيرتاح، سكره هيرتاح، فهي بدايه للتحسن. بالظبط، احنا بقى عايزين نحسن له الامور دي، عشان كده احنا بنجهزه. العامل الاول احنا لازم نجهز العيان ما قبل العمليه كويس جدا جدا. اثناء العمليه في كذا عامل برضو مهم جدا. العامل الاول اللي هو الجزء التقني، يعني احنا دايما بنقول وبقول كل الطقم معانا ان احنا العيان اذا اخذ الفول كير في طبعًا. اثناء العمليه هو خلاص، يعني الضربه الاولى اثناء العمليه صحيح اديته لو عمليه معموله بتقنيه عاليه وباحترافيه شديده خلاص انت بعد العمليه ان شاء الله لو حتى ما تابعتش بعد العمليه ان شاء الله هتبقى كويس. مظبوط. طبعا احنا مش بنشجع الناس انها ما تتابعش بعد العمليه، لكن احنا بنقول الجزء الاكبر هو اثناء العمليه. عملت عمليه كويسه ان شاء الله هتبقى كويس حتى لو ما تابعتش، فتره نقاهتك هتبقى اقل، هتبقى احسن. مظبوط. عملت عمليه بقى يعني طبعا مش مظبوطه او مش بمهاره عاليه او مش بتقنيه عاليه طبعا حتى لو تابعت بعد العمليه اكيد هيحصل لك مشاكل. والله يا دكتور انا دايما بقول اسالوا عن يعني قبل ما تروحوا لاي حد اعرفوا نتائجه عامله ازاي، شوفوا مرضاه بعد العمليات شكلهم ايه. انا بقى معايا تقرير دلوقتي لاحد حالاتك واللي بتتكلم عن نفسها، انا دايما منبهر بالتقرير بتاعتك يا دكتور الحقيقه. شكرا. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع مع الساده المشاهدين. السلام عليكم، انا اسمي هشام زكريا حجازي، طبيب بشري. قررت اعمل عمليه تحويل مسار المصغر عند الدكتور كريم في يوم 15/4 السنه اللي فاتت، يعني بتاع 8-9 شهور. وكان وزني قبل العمليه 130 كيلو ودلوقتي بقيت 87 تقريبا. وصراحه كان عندي السكر وباخد انسولين وحبوب ثانيه للمرض ده، وكان عندي صعوبة في النوم والتنفس أثناء النوم، وكان صعوبة في الحركة وممارسة الرياضة والأمور كلها بتاعت الهوايات والحاجات بتاعت الحياة اليومية، بالإضافة لصعوبة في إيجاد اللبس المناسب والحاجات دي. العملية دي أنصح بيها أي حد في الظروف بتاعتي، ودلوقتي باكل كل اللي نفسي فيه وباخد طبعا شوية فيتامينات من بشكل يومي أو من آن لآخر يعني، وعندي نشاط زايد، رجعت لورا يعني 20 سنه تقريبا، وبقيت جسمي وصحتي كويسه بشكل عام ووزني مناسب وما عنديش اي مشاكل طبيه خالص يعني صراحه، ما باخدش غير فيتامينات بس. فانا شاكر جدا وممنون للدكتور كريم، وبنصح ان اللي عندهم نفس حالتي ان هم ما يترددوش ان يعملوا العمليه دي. دكتور كريم، يمكن احنا شفنا دكتور هشام وهو طبيب باطني، قد ايه الفرق بين قبل وبعد؟ بس انا عاوز اتكلم عن حاجه تانية، يعني احنا بس او انت ما بقتش بس ليك جمهور في مصر،
يعني انت ليك جماهير كبيره جدا من الخليج العربي، الاخوه الاشقاء، ودي حاجه بتسعدنا، لان احنا فعلا السياحه العلاجيه عندنا، انت يا دكتور كريم وامثالك من الدكاتره المحترمين الحقيقه بيعملوا على تنشيطها بشكل كبير جدا. فتكلمني شويه عن الموضوع ده. الحقيقه طبعا احنا تقريبا يمكن 60% من يعني العينين بتوعنا في الفتره دي، فتره الاجازات، بيكون جايين من الخليج. الحقيقه طبعا احنا بنقدم كل التسهيلات اللي احنا يكون بيها المريض عارف الخطوات الستبس بتاعته، اللي هو من اول ما يسافر لحد ما يجي المطار، بنستقبله، بنعمل له العمليه، بنرجعه تاني الفندق، بنحجز له الفتره اللي هي الزمنيه اللي مقضيها في مصر، يبقى في سكيديول معمول، وقبل ما بيجي بنكون مجهزينه عشان نكون عارفين اذا كان في يعني تقريبا بنبقى عاملين له كشف يعني ما قبل السفر، يعني بحيث اذا كان عنده مانع من اجراء العمليه ما يجيش يسافر بقى ويرجع تاني، لكن بنديله حقه مظبوط قبل ما يجي لنا مصر يعني. الفتره بيكون عايتها في مصر بيبقى ماشي في خطوات في تريك لحد ما يسافر مره تانيه، ما بنسيبش الامور للظروف، بحيث ان هو بيقعد الفتره الكافيه، بيعمل اشعاعاته قبل العمليه بقى، يعني ما بعد العمليه برضو بنطمن عليه، بياخد البرنامج بتاعه اللي هيمشي عليه بعد شويه. التواصل بيكون بصوره سهله ما بعد العمليه، خطوات ثابته يعني بننظمها له بحيث ان هو ما يبقاش سايب الامور للظروف. اكيد الموضوع بيبقى اسهل بكتير لما يبقى عارف الدنيا بتاعته هتمشي ازاي وهياخد وقت قد ايه. انا بشكرك يا دكتور كريم صبري. شكرا. على وجودك معايا النهارده ضيف العزيز دكتور كريم صبري. فقرتنا دي خلصت، لكن لسه عندنا فقرات تانية كتير، انتظرونا. استاذه سميره كانت بتعاني من اثار التقدم في السن، واعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للافضل. انا بقالي فتره بعاني من تجاعيد في الوجه وهالات سودة تحت العين، رحت لدكاتره كتير مفيش نتيجه، واخيرين وانا قدام التلفزيون شفت اعلان المركز الطبي، جيت على طول هنا ويا رب يكون في نتيجه كويسه. أنا بقالي أسبوع عاملة أول جلسة وشايفة نتيجة موفقة، وحتى كل اللي شافوني من أصحابي وجيراني قالوا إن المركز الطبي ده هايل ونتيجته حلوة، وإن شاء الله أكمل بقية الجلسات. أنا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتاعتي ولقيت نتيجة موفقة وهايلة جدا، وأنا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا المركز الطبي وهيشوفوا نتيجة هايلة جدا وموفقة بإذن الله. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة، اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. يمكن من اكتر الحاجات اللي ممكن تضايق اي رجل او اي سيده ان حد يبص في وشه او وشها يقول لها او يقول له ايه ده انت شكلك كبر قوي، مالك متغير فيه ايه، وخاصة بقى لو كانت بنت أو سيدة، بتبقى دي الشرارة اللي بتخليها كل خمس دقايق تروح تبص في المراية وما بتبقاش مبسوطة عن نفسها خالص، وبيصيبها هاجس فظيع، وإن هي ما بقتش حلوة، شكلها ما بقاش كويس، إن هي مش واثقة في نفسها، وخاصة لو كان الموضوع بقى شوية تجاعيد طلعت أو شوية مش كرمشة مش عارفة إيه، شوية أصل الحاجات دي ممكن تصيبنا كلنا، لو شوية إرهاق ممكن يعملوا كده، لو شوية حالة نفسية مش كويسة ممكن يعملوا كده، ويخلوا السن شكله أكبر طبعا، لو خسيتي بشكل كبير أو خسيت بشكل كبير ممكن تطلع لك تجاعيد وتطلع لك ترهلات وشكل وشك يتغير، فده وارد إنه يحصل للناس كلها، بس بتبقى صعبة جدا على النفسية لما الناس بقى تبدأ تلاحظ ده. دلوقتي مجال التجميل تطور بشكل كبير جدا، بقى في تقنيات حديثة بشكل كبير جدا تقدر ان هي في دقايق قليلة قوي تخفي العيوب دي كلها، تحسن من الكواليتي ومن من شكل الجلد بشكل كبير. هنتكلم عنها النهاردة كلها ونعرف
بتتعمل ازاي والسن المناسب ليها، مع ضيفنا العزيز اللي منورنا النهارده دكتور هشام شعبان، استشاري تجميل الوجه والانف بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. يعني اصعب حاجه انه مثلا حد ما يبقاش شاف حد بقاله كتير ويبص في وشه كده يقول له في ايه، انت متغير كده ليه، انت زعلان، انت شكلك كبرت. هو طبعا مش يعني مش من اللطيف ان احنا نقول لحد كده، بس يعني بتحصل لو قريبين من بعض قوي او العلاقات قويه ممكن ده يحصل. فطبعا بنصاب بالاحباط لما بنسمع كده، طبعا خاصه بالستات. صحيح، خاصه السيدة والرجال والله دلوقتي كمان بقوا بيهتموا يا دكتور هشام. حقيقي فعلا. انا حابه ان اتكلم في البدايه عن تجاعيد الوجه او الخطوط اللي بتظهر او الكرمشه اللي بتحصل، ده ممكن يحصل ليه وهل ليه علاج سريع وفعال ولا لا؟ طيب بصي، هو لازم نتفق ان علاج اي مشكله لو كل ما بدرنا في علاج المشكله، المشكله دي بتختفي وما بتظهرش او بتتاخر في الظهور لمده طويله. فاحنا كل ما عملنا عالجنا المشكله بدري كل ما المشكله بتنتهي على طول. السن، موضوع السن الطبيعي ان الكرمشه دي بتبتدي تظهر في السن الكبير. للاسف هي دلوقتي ما عادش بتظهر في السن الكبير، بقت بتظهر في ناس في شباب وعمر 18 سنه والحاجات دي. طيب ايه الاسباب بتاعه التجاعيد والحاجات ديت؟ اسباب كتير قوي، منها عوامل خارجيه اللي هي البيئه اللي احنا عايشين فيها، العادات الغذائيه، الرجيم، الحاجات ديت، التفكير، الحاله النفسيه والتفكير ضغوط. والحاجات دي بقت بتخلي الموضوع التجاعيد والحاجات دي بقى يظهر في سن فعلا صغير جدا دلوقتي. يعني الموضوع ما عادش مرتبط بسن كبير. فالاول كنا ده العيال في الثانويه العامه شكلهم بيعجز 50 سنه وقت المذاكره والاستريس طبعا هو دلوقتي المجتمع والسرعه والحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي بقت بتخلي كل الناس تفكر. ما عادش الموضوع مرتبط بالناس الكبيره بس ولا ناس صغيره، لا، الطالب دلوقتي في الثانويه العامه او يمكن اصغر من كده يعني بيشيلوا الهم، بيفكر النظام بتاعها الجديد، مش عارف ايه، طب انا هدخل ايه، طب انا هعمل ايه في مستقبلي، في الحاجات دي. كل الحاجات دي بدات فعلا تخلي الموضوع التجاعيد والتغيرات شكل البشره والحاجات دي بيظهر في سن صغير جدا. فكل ما عالجنا المشكله بدري كل ما المشكله بتتاخر خالص في الظهور وبتختفي. طيب السن اللي نبدا منه، يعني في ناس عندها مثلا فاكره انه الحاجات دي بتاعت الكبار في السن، مش انه لو طلعت لي مشكله انا الحق اعالجها عشان ما تتفاقمش المشكله واضطر اعمل تقنيه أكبر او اصعب او تاخد وقت اطول. السن المناسب امتى؟ وهل في سن مناسب ولا انا عندي مشكله يبقى لا؟ هو ما فيش سن مناسب ولا حاجه، احنا عندي مشكله بحلها. يعني الفكره بقى مش ان انا لا استنى لسن معين، اصل احنا مش بنتكلم في حاجه فيها نمو وخلاص، انت ما دام المشكله ظهرت لا بتبتدي تعالجها. وبعدين في ناس عندها تفكير غلط ان هو ما دام بدا يعالجها لازم هيستمر عليها فور ايفر في حياته كلها. لا طبعا، انت بتعالجها بعد كده المشكله دي اصلا بتصغر مش بتكبر. يعني انا لو حقنت بوتوكس او فيلر، من الاخر يعني خلينا نوضحها لهم للساده المشاهدين. الناس بتقول لك ايه، انا لو حقنت بوتوكس او فيلر هفضل بقى طول عمري احقن بوتوكس وفيلر وانا مش عاوز اتعود على الموضوع. لا، الموضوع ما هوش تعود خالص، الموضوع ان انت كل ما بتبتدي تعالج المشكله بدري المشكله دي بتختفي اساسا يعني. وممكن ما تحتاجش ان انت تعمل اي حاجه بعد كده، يعني احنا عالجنا المشكله بدري خلاص، انت المشكله راحت، بتتاخر جدا في الظهور مره تانية. مش مش ان انا خلاص بقت عاده ولازم اعملها، انا مثلا بحقن بوتوكس كل مثلا 6 شهور والكلام ده، لا، انا ممكن احقن وبعد كده الموضوع بيطول خالص عشان احقن المره التانية. نفس القصه في الفيلر مجرد انا ابتديت احقن بدري خلاص الموضوع بيختفي وما عادش بيظهر تاني او بيتاخر جدا في الظهور. لكن انا لو ما عالجتش المشكله لا، المشكله بتتفاقم وتكبر، وبعلاجها ان انا احتاج حاجات تانية اصلا وتقنيات تانية كمان اكبر من الحاجه البسيطه اللي احنا كنا ممكن نعملها في الاول. يعني هو البوتوكس والفيلر اقدر اقول ان هو اداه للعلاج طبعا ولا اداه للتجميل فقط؟ لا، هو علاجي. على فكره احنا ممكن البوتوكس ده له استخدامات كتيره جدا، مش شرط بقى الخطوط والتجاعيد والحاجات دي، لا، احنا بنستخدم البوتوكس كحل علاجي في حاجات كتيره جدا. منها زياده التعرق في الايدين والاندر ارمز والحاجات دي، الحل الامثل ليها حقن البوتوكس. الناس اللي عندها صداع مزمن مستمر معاهم فترات طويله، بحقن بوتوكس بيديهم نتائج كويسه جدا وبتحسن المشكله عندهم. فمش مش شرط ان هو تجميلي، لا، هو علاجي في الاول. طيب احنا يمكن معانا صور هنعرضها مع الساده المشاهدين دلوقتي، دي للبوتوكس افتكر. دي الخطوط اللي الجبهه ديت، طبعا دي مشهوره جدا ومعظم الناس بيبقى عندها الخطوط ديت.
من التفكير والاكتئاب والحاجات دي، فبتظهر عندهم الخطوط دي كتير قوي. ودي برضو نوع من الخطوط التانية اللي بتيجي حوالين العين اللي هي اسمها رجل الغراب. دي من كتر الضحك ولا ايه دكتور؟ دي بتيجي مع الضحك الغريبه دي بتيجي مع الضحك. سبحان الله، حتى الواحد لما بيضحك ما بيسلمش برضه، بيطلع له تجاعيد. بالظبط. بس دي من الحاجات اللي بتدي نتائج حلوه قوي من حقن البوتوكس، بتختفي تماما يعني. وفعلا ان احنا بنقعد فترات طويله جدا عشان نحقنها مره ثانيه يعني. طيب في صور ثانيه معانا؟ دي اللي هي دي الاكتر حته بقى كل الناس بتشتكي منها، منطقه ال 111 دي. اهي دي بقى مع التكشيره. دي مع التكشيره يعني بقى. واحده مع الضحك وواحده مع التكشيره. بالظبط. دي مع التكشيره، ودي بتتحقن وبتدي نتائج كويسه جدا. بس دي بقى احنا ممكن نعمل فيها بوتوكس، ولو الموضوع ما استجابش للبوتوكس ممكن نحقن فيها فيلر. عشان تعرف امتى انه استجاب او ما استجابش، النتيجه بتبقى وقتيه؟ لا، الفيلر البوتوكس احنا بنحقن والنتيجه بتظهر في خلال من 7 ل 10 ايام. تمام. لو لقينا لسه العضله فيها حركه او لسه النتيجه مش مرضيه، بعمل ريتاتشنج لها وبحقن مره ثانيه. طيب لو ال 111 دي كانت عميقه لدرجه ان احنا البوتوكس مش مأثر معاها، الحل اللي بعد كده ان انا بحقن فيها فيلر. الفيلر بيديها تحسن سريع ووقتي. طيب دي من الحاجات برضو اللي البوتوكس بيعالجها. دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي زياده التعرق، ودي طبعا في الصيف دلوقتي. ده المشكله الكبيره دلوقتي في الصيف. الحر مع الناس اللي اصلا عندهم قابليه التعرق الشديده دي، بيبقى الموضوع عندهم يعني بيضايقهم لدرجه ان هم فعلا بيأثر على حياتهم. طيب ده هو ده ده التكنيك بتاع الحقن بتاعها، ان احنا بنحدد نقط معينه في الاندر ارم وببتدي احقنها. والحقن بتاع البوتوكس في الاندر ارم ده فعلا بيستمر معاكي من 12 ل 15 شهر. يعني تقريبا سنة، يعني سنة، سنة وشوية كمان ان ده الموضوع ده بيختفي معاكي تمام. طيب اللي بعدها يا جماعة ده ايه؟ ده حقن البوتوكس في منطقة الرقبة. الرقبة هو في ناس اللي هم عندهم الخطين اللي ظاهرين اللي احنا بنقول عليها رقبة الفرخة ديت، فدي دي بتكبر في السن قوي يا دكتور. طبعا بيبقى الشكل كبير. طبعا. ودي بتيجي مع الناس برضو اللي فقدوا وزن بسرعه وفي ترهل في الجلد، فبتظهر عندهم. الحل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحقنها بوتوكس، وبدي فيها نتائج حلوه قوي. اذا البوتوكس من الحاجات اللي ليها استخدامات كتير جدا، ويعني نتائجها بتبقى كويسه، والنتائج بتبان بتاعتها بعد ايه؟ اسبوع؟ من 7 ل 10 ايام. من 7 ل 10 ايام. في الجامي سمايل، الناس اللي عندها مشكله في اللثه. لما بيجي يضحك تلاقي اللثه عنده بتظهر. ودي مشكله بتيجي بتاثر على ناس كتير قوي، وبتضايقهم لدرجه ان هو ما يرضاش يضحك عشان اللثه عنده ما تظهرش، او يحط ايده على بقه. ديت البوتوكس بيدي فيها نتائج حلوه جدا، ومفيش فيها اي مشاكل خالص يعني. طيب خلينا نتكلم بقى عن الفيلر شويه، استخدامات الفيلر، وازاي فكره الناس اتغيرت عن الفيلر. زمان كانت فاكره انه الفيلر بقى شفايف كده وخدود كده ومش عارفه ايه، يعني الوش هيبقى معلمه متغيره. بصي، الفيلر تطور من الفتره اللي فاتت ديت لدلوقتي، حاجه تطور كبير جدا. الاول كان في فيلر دايم وبيعمل مشاكل وكده، لا، الفيلر دلوقتي بقى اكتر امان بمراحل من ايام زمان. بقى بتستخدميه في ربع ساعه بالظبط بتخلصي الجلسه، بيدي نتائج كويسه جدا، ما عادش في اي مشاكل. الكلام اللي كان بيطلع على موضوع الفيلر ايام زمان ان هو بقى ممكن يعمل سرطانات والحاجات دي، انتهى تماما، لان المواد اللي بقى بيتعمل منها مواد طبيعيه 100%، ما بتتفاعلش مع الجسم، بقى بالعكس ان هي بتحسن شكل الجلد كمان. لان الفيلر مش مجرد ان انا بملى بيه مكان، لا، الفيلر بيدي نضاره وبيخلي الجلد شكله كويس جدا. في فيلر احنا بنستخدمه ان احنا نعمل نضاره بس، يعني انا مش عاوز اعمل يعني ولا حاجه. هو في فيلر مش بيملى. في فيلر ما بيملاش، بيعمل نضاره بس. بنعمله في الوش، وبيدي نضاره كويسه جدا. وبدون اي اعراض جانبيه خالص. الفيلر بقى له استخدامات كتيره جدا، مش مجرد ان انا مثلا بملى بيه مكان مثلا في ديفو او كده، لا، انا كنت ممكن ارفع الحاجب بالفيلر. ممكن بحقن منطقه التمبل، المنطقه ديت اللي في ناس بيبقى عندهم اللي بيخسوا وكده، ف الوش اكتر حاجه بتظهر فيها الخساسين، فبيظهر عندهم المناطق دي فارغه، انا بحقنها فيلر وبتدي نتائج كويسه جدا، وبتقعد مده طويله جدا. طيب خلينا نشوف صور كمان لحقن الفيلر واحنا بنتكلم كده دكتور هشام. اهي ده ايه؟ ده النيزوليبيال فولد، وده من الاكتر حاجه بتظهر في وش الانسان. تبص الواحد تلاقي فيه خط كده ماشي جنب بقه، ده بيتحقن فيلر وبيدي نتائج في ساعتها، يعني مش بيحتاج بقى ان انا استنى ولا لا، بيدي نتائج في ساعتها اون سبوت. وبيتحقن ببنج موضعي ومش مؤلم، ما فيش فيه اي مشكله خالص، وبيدي نتائج حلوه قوي. طيب شوفي ده بيفور وافتر، ده الماريونيت لاينز.
ده بتتحقن بوتوكس وبتتحقن فيلر كمان لما الخط يكون عميق شويه فبحقنها فيلر معاه. اوكي. دي التريتراف اللي هي المنطقه اللي تحت العين اللي بيبقى فيها الغيره جوه شويه ديت بتدي نتائج حلوه قوي مع الفيلر وبيستمر معاه مده طويله جدا لان هو المنطقه دي ما فيهاش حركه فالفيلر بيدي فيها نتائج حلوه قوي. اللي على الشمال ديت البيفور واللي على اليمين الافتر. الشفايف الشفايف ديت الفيلر بيدي نتائج هايله فيها بيعمل كونتورنج وبيعمل فوليوم وبيدي نضاره للشفه نفسها. في ناس بيبقى الشفه دي عندهم عباره عن خط كده مش ظاهر. الحل الامثل ليها الفيلر، ما لهوش حل تاني غير الفيلر. بيدي بنعمل كونتور للشفه، بنحدد شكل الشفايف، بندي فوليوم، بنديها نضاره وتبقى ظاهره وشكلها كويس وما فيش فيها اي اعراض جانبيه خالص. طيب الفيلر بقى ممكن يستخدم مع حاجات تانية؟ يعني ممكن تدمج الفيلر مثلا مع بلازما مع بوتوكس؟ طبعا عادي مفيش اي مشكله خالص. لا ده مفيش اي مشكله خالص. الفيلر ماده بتملى وبتدي نضاره وبالعكس احنا كمان ممكن نستخدم الفيلر مع الهايفو. يعني احنا ممكن نعمل جلسه هايفو بنشد الوش ونخليه فيه نضاره ونحقن فيلر كمان لو لسه في ديفوهات ظاهره او في اماكن محتاجه ان احنا نملاها شويه بنعملها بالفيلر. احنا ممكن نرسم الخط بتاع الجو لاين ده بالفيلر. بتبقى بالفيلر ولا بالبوتوكس؟ بالفيلر. بنعمله بالفيلر وممكن بتعمل بالبوتوكس في درجات معينه لكن لما يبقى درجات كبيره لازم يتحقن فيلر. بنحقن فيلر في المنطقه دي فبنشد على الخط نفسه بتاع الجو لاين. الناس اللي عندهم الكلكعتين اللي هو الجولز في المنطقه ديت ده الفيلر الحل كويس ليهم جدا. فبيدي شكل للجو لاين اللي هو خط الفك ده وبيرسمه. يعني هو الفيلر بينحت كمان؟ بينحت. طيب ده استخدام كمان غير الاستخدامات التانية بتاعته. بالظبط. يعني احنا مش بنتكلم هو ماده ملقى بس، لا احنا بنشد بيه الوجه وبنشد بيه الجلد عن طريق نحقن بطريقه معينه. فبيدي نتائج حلوه قوي. طيب البلازما، ويمكن البلازما دلوقتي يعني ثلاث ارباع الناس بتعملها لانه نتائجها لطيفه جدا يعني حاجه امنه قوي وان الناس حتى اللي مش عايزه تحقن او عايزه تعمل ممكن تعمل بلازما. بالظبط. بتعملها مع الفيلر مش كده؟ بنعملها مع الفيلر. لا احنا كمان ممكن نعمل حاجه ثانيه، احنا ممكن نحقن بلازما في عيانين اول مره يحقنوا فبيبقوا خايفين من كلمه فيلر. فانا ممكن احقن له بلازما في الاول اوري له شكله هيبقى ايه بالحقن وبعد كده نحقن له فيلر. لان البلازما الجسم بيمتصها ما بتقعدش فتره طويله، بس لما بوري كده يعني بوري له الشكل بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي بيبقى مبسوط جدا بالنتيجه اللي هو شايفها. احنا بنحقن له بقى فيلر بعدها عشان تبقى دي النتيجه النهائيه. لكن البلازما لها استخدامات كتيره جدا غير موضوع كمان اللي احنا بنقول التست ده، احنا بنعمل بيها نضاره وبنعمل بيها بنحقنها في الوش وبنحقنها في الشعر فبتدي نتائج حلوه قوي. طيب خلينا نشوف صور للبلازما وازاي بتتعمل وايه فكرتها يا دكتور هشام، علشان برضو يعني معظم الناس عملتها بس في ناس لسه ما تعرفش. دي شكل الامبول اللي احنا بنفصل فيه البلازما. البلازما هي الدم نفسه بتاعنا بناخده بنحطه في انبوبه بنفصل المكونات بتاعته. طب انا هستفاد ايه؟ طب ما هو اوريدي موجود عندي الدم ده. لا انا بزود الصفائح الدمويه لدرجه كبيره جدا توصل ل 10 و15 مره. الصفائح الدمويه دي فيها حاجه اسمها جروس فاكتورز اللي هي عوامل النمو، اللي هي الناس بتقول عليها اللي هي الخلايا الجذعيه. هي مش خلايا جذعيه ولا حاجه، هي عوامل نمو بتحسن من نمو المنطقه اللي انا بحقنها فيها. فبالتالي ان هي بتسرع بتعمل ريجوفينيشن بتعمل نضاره للبشره. لما بنحقنها في الشعر بتسرع نمو الشعر. فهي دي الفكره بتاعت البلازما، هو حاجه انا باخدها منك وبعمل لها تعديل وبحقنها لك مره ثانيه في صوره تديكي فايده كبيره جدا. ومفيش منها اي اعراض جانبيه لان هو الدم بتاعك، الدم باخده منك وبرجعه لك. وبعدين دي بتتحقن في الشعر كمان. بتتحقن في الشعر بتسرع نمو الشعر وبتقلل تساقط الشعر وبنعمل بيها كورسات كامله بالحقن. الفكره بقى في البلازما اللي بتختلف بقى من مكان لمكان ودي لازم يعني اتكلم عنها. ان في ناس انا عايز اقول لك حاجه، انا فعلا ساعات في ناس تقولي ايه يعني تشوفها تلاقي وشها منور من غير ما تقول هي باين عليها ان هي حقنه مثلا بلازما او وشها منور ومحلو. وفي ناس تانية تقول لي هو انا وشي مش باين ده انا عامله بلازما. ايه اللي ايه بقى اللي يخليه الناس في ناس تبان عليها قوي كده ويبقى شكلها حلو وناس تانية ما يبانش عليها؟ الفكره في طريقه التحضير نفسها. طريقه التحضير بتختلف على حسب الانبوب اللي احنا بنحضر فيه العينه نفسها. في انابيب رخيصه جدا دي اكنك ما عملتيش اي حاجه، مجرد ان انا بحقن الدم اللي انا خدته منك بحقنه لك تاني زي ما هو بالظبط ما فيش فيه اي تغيير خالص. في انابيب تانية بتزود الصفائح الدمويه، يعني كل ما زودت الصفائح الدمويه في العينه اللي انا بحقنها لك ديت كل ما بتدي نتائج حلوه جدا وبتديك ده اللي هي المثال يعني المثالية. الادوات اللي بتستخدمها كمان
ليها تأثير كبير بالزبط. جدا في النتائج. الأنبوبة اللي احنا بنحل فيها البلازما دي أو بنحضر فيها العينة فيها أسعار كبيرة جدا وفيها نوعيات كتيرة جدا. فمش معنى ان انت جيتي مثلا عينة يقولك البلازما ما جابتش معايا نتيجة يبقى هو الكلام بتاعه. هو عمل بلازما فعلا. بس انت ما تعرفيش البلازما دي اتحضرت ازاي. الأنبوب اللي استخدم في التحضير ده بيزود كراية الدم, بيزود الصفائح الدموية لقد ايه. ممكن يكون عمل بالأنابيب, في أنابيب 8 جنيه واحد, دي طبعا ما تديكيش اي حاجه. الدم باخده منك بحنهولك بس في صوره تانية, دي ما تديكيش اي نتيجه. لكن البلازما لو اتعملت بطريقه سليمه وصح بتدي نتائج حلوه قوي. صح. ويمكن انت لفت انتباه للنقطه انه كل تفصيله في اي تقنيه بنعملها بتفرق في النتيجه. طبعا. يعني الادوات المستخدمه, الدكتور نفسه, ايده, حاجات كتير جدا بتفرق يعني في الكواليتي بتاعت الحاجة اللي بتتحقن ايه. لانه في 50,000 حاجة دلوقتي, فلازم بالزبط. انا ابقى عارفة انا ايه اللي بيتحقن لي ونوعه ايه ومتصنع فين. ودايما تسأل على الحاجة اللي انت بتاخدها. يعني مش مجرد انت رحت مكان وخلاص الدكتور قال لك كلمة. لا, انت لازم تسأل انت بتحط ايه في جسمك. لازم اسأل على نوعية الفيلر اللي انا بستخدمه. لازم اسأل على انت بتحضر لي انا البلازما دي بايه. ده لازم الشخص اللي جاي لازم يعرف الحاجات كلها. طب خلينا نتكلم على حاجه مهمه قبل ما فقرتنا تخلص, ويمكن احنا معظم الناس بتعاني منها دلوقتي في الصيف بقى والشمس والهواء والبحر. تصبغات الجلد بمختلف اشكالها بقى, بقع, نمش, كلف, ايه تاني, اثار حبوب, كتير كتير قوي. يعملوا ايه؟ طبعا هي دي مشكله الصيف حاليا دلوقتي. معظم الناس جايين بالحروق ديت او بتغيير في شكل الجلد نتيجه ان هو اتعرض للشمس فترات طويله من غير ما يستخدم سان سكرين والحاجات دي. ده برضو من تاثير البيئه او الفصل اللي احنا فيه علينا. في ناس بتفضل قاعده في الشمس او بتخرج في الشمس فترات طويله جدا من غير مثلا ما تستخدم واقي شمس. ويجي ان هو الجلد صبغ وحاجات دي. ده طبيعي جدا لان الخلايا بتاعت الجلد بتمتص اشعه الشمس. فبيزداد اللون بتاعها بيزيد فبتبتدي تحصل تصبغات. في ناس بتستخدم ادويه معينه من غير ما تكون مثلا عارفه الاضرار بتاعتها. الادويه دي بتعمل تصبغات في الجلد. في ناس استخدمت كريمات بطريقه معينه. مثلا احنا بنقول له مثلا استخدم الكريم ده نص ساعه, هو يسيبه الليل كله. يزود يعمل تصبغات في الجلد. في ناس مثلا في الحمل والحاجات ديت بيعمل تصبغات في الجلد. يعني 100 سبب وسبب للتصبغات. 100 سبب وسبب للتصبغات. الفكره بقى في الحلول بتاعتها. احنا ممكن بنعمل تقشير, ممكن نعمل جلسات بلازما, كل الحاجات ديت بتشيل التصبغات. وممكن نعمل تقشير ليزر. ممكن ليزر. الليزر بيشيل التصبغات. بس احنا بنقول دايما ايه, ان احنا مش شلنا الصبغه خلاص انت كده بقيت نرجع بقى نعمل اللي نرجع كنا بقى بنعمله نفس تاني. الكلام وما نحافظ. لا, انت لو ما حافظتش ورجعت لنفس الكلام هترجع لك تصبغات. فلا, احنا بنعمل جلسات, بنعمل يعني جلسات ايه بس سريعا عشان نبقى معرفين. بنعمل جلسات بلازما, جلسات تقشير, جلسات ليزر. كل الحاجات دي بتفتح البشره. وكل واحد على حسب حالته. الحاله نفسها على حسب نوعيه التصبغات ودرجه اللون بتاعه الجلد نفسها. لان درجه اللون دي بتختلف على حسب العلاج, بيختلف على حسب درجه اللون بتاعه الشخص نفسه. في ناس ما ينفعلهاش مثلا نعمل تقشير. في ناس ما ينفعلهاش نستخدم ليزر. فبيبقى كل واحد على حسب الحاله بتاعته. احنا فقرتنا خلصت, بس انا عاوزه قبل ما اختم اقول حاجه كده يمكن شفتها بنفسي, معلومه كده على الماشي يعني يا دكتور هشام. ما حدش ابدا يحط اي نوع من انواع البارفانات ويطلع في الشمس. ما حدش ياكل حاجه عليها ليمون ويحط ايده على وشه لانها بتعمل حروق كتير جدا. ممكن انا شفت ده في يعني ماده حامضيه احد الاصدقاء. فما يعني ابعدوا عن الليمون والبارفانات خالص وانتوا خارجين على البحر او في الشمس. انا بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معايا, ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل, بعد الفاصل فقره ماسي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم, يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام, عيار 23, والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد, مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد,
مناسب لجميع أنواع البشرة. Mercadora Gold is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Mercadora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Mercadora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Mercadora Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Mercadora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Mercadora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. Mercadora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Mercadora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Mercadora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مفيش شك ابدا انه بشرتنا دي من الحاجات اللي غاليه علينا جدا، ودايما بنبقى عايزينها تبقى منوره وحلوه وما بتعانيش من اي مشاكل، لان هي اكيد اكيد لو فيها اي مشكله ده هياثر على شكلنا، هيدينا سن اكبر، هيخلي نفسيتنا مش مبسوطه او مش مرتاحه. فلازم دايما نبحث عن كل ما هو جديد ونعرف ايه الجديد، نعرف الناس بتتكلم الايام دي عن ايه، ايه الحاجه اللي مكتسحه الايام دي، ايه الحاجه اللي محققه نتائج كويسه جدا على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي. يمكن يعني اكتر حاجه عامله انتشار دلوقتي ما شاء الله واكتساح شديد جدا هو Mercadora Gold اللي هنتكلم عنه النهارده في فقرتنا دي مع ضيفتي العزيزه اللي بسعد بلقائها دكتور دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان والله. عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور دينا. يعني الحقيقه الواحد لما بياخد اجازه شويه ويرجع يعني بيشوف قد ايه الناس اللي ملهاش علاقه باي حاجه، يعني ناس ناس عاديه جدا عارفه ماسي. مظبوط. بيسالوا عن ماسي مش بس هنا في مصر، لا ده في ناس بره كمان من الناس اللي عايشه بره عندها خبره، احنا بنشوفكوا واحنا عارفين ماسي واحنا بنتفرج عليكوا واحنا جربنا، احنا لينا ناس اشترت ومبسوطين، احنا عايزين نجرب. يعني عارفه هو بيبقى الحوار كده كله، يا اما جربوا ومبسوطين، يا اما عايزين يجربوا، يا اما ليهم ناس تانية جربوا. الفكره بقى انه كل الناس بتسال سؤال، هو صحيح هيخلينا شكلنا اصغر 10 سنين من سننا؟ هل ده مظبوط؟ صح. احنا الفكره في Mercadora Gold هو ازاي نبدو اصغر 10 سنين، دي حاجه بتفرق مع الناس كلها، لان احنا مع تقدم العمر يعني بيبدا يظهر عندنا تجاعيد. فالتجاعيد دي اكتر حاجه بتقلقنا على فكره كستات ورجال. يعني صح. برضو الرجاله ما يبصوا لنفسهم ايه ده انا عجزت او كده، لا بيحصل لهم برضو يعني بيتضايقوا. ايوه طب فحلو جدا ان انا طبعا ابتدي ان انا اهتم ببشرتي في سن صغير قبل ما انا يعني اقع في مشاكل بقى البشره، التجاعيد، الخطوط التعبيريه، التصبغات الجلديه، الهالات السوداء. Mercadora Gold يا يمنى بيعالج كل المشاكل دي تماما. يعني هو مش بس مشكله تجاعيد خالص، وهو الحلو فيه ان انتوا عملتوا زي ايه السكس اكشنز بتوعه مثلا. مظبوط. عملتوا كذا حاجه، حاجه واحده بتعالجها، يعني كذا مشكله بالزبط. حاجه واحده هي اللي بتعالجها بالظبط. احنا طبعا هنتكلم باستفاضه اكتر، يعني ان هو مثلا هو اساسا Mercadora Gold فيه اكتر فيه 56 عنصر. ايوه. ف 56 عنصر بيشتغلوا على كل مشاكل البشره. يعني مش سايبين حاجه في البشره. زي ما قلتي التجاعيد، الخطوط التعبيريه، الهالات السوداء، كمان مثلا الكلف اللي بيحصل مثلا في فتره الحمل او بعد الحمل، اللي هي اثار حب الشباب. فحتى احنا كنا لسه عايزين نقول ان احنا قد ايه ان ماسي حلو جدا ان انا استخدمه في سن صغير.
يعني ملوش عمر معين يا دكتورة دين خالص. هو من سن 18 سنة، لأن ماسي دورو جولد يعتبر منتج علاجي تجميلي ووقائي. علاجي تجميلي ووقائي بالظبط. طيب يعني حتى الصغيرين يقدروا يستخدموه كوقايه. طبعا اللي ما عندهمش مشاكل هيستخدموه كحاجه تجميليه. مظبوط. اللي عنده مشكله هيستخدموه كعلاج. طبعا طبعا. فهو يعني هو اكنه برودكت متكامل، اقدر اي حد يقدر يستخدمه، صغير كبير، رجل سيده، اي حد يقدر يستخدمه وبدون اي يعني مشاكل او بدون اي اثار جانبيه ممكن تظهر عليه. ففكرة ماسي دورو جولد أنا ما بستخدمه من سن صغير. السن الصغير ده مثلا ممكن اللي بيشتكي منه أو كده اللي هو مثلا أثار حب الشباب. لأن احنا في سن المراهقة مثلا بيبتدي يظهر عندنا حبوب، بعد ما بنعالج الحبوب دي بتبتدي تسيب أثار بنية بسيطة أو بقع بنية. فماسي دورو جولد يقدر يشتغل على أثار حب الشباب دي. يعني أنا بقول لك دي مثلا البدايات. دي أبسط حاجة ممكن يعملها. دي أبسط حاجة ممكن يعملها. الحاجة التانية مثلا إن إحنا مثلا البقع والتصبغات الجلدية والهالات السوداء. الهالات السوداء طبعا، هي ما هي الهالات السوداء بتندرج يا يمنى تحت البقع والتصبغات. لأن البقع والتصبغات والهالات السوداء دي بتظهر عندنا نتيجة زيادة إفراز مادة الميلانين. تمام. فاحنا الماسي دورو جولد طبعا من خلال الانجريدينتس اللي فيه بيقدر ان هو يقلل الصبغه دي. فبالتالي نرجع للون الطبيعي. يخفي تماما كل العيوب اللي بتبقى تحت العين، سواء الانتفاخات او الهالات السوداء. طيب هو اتعرف بكريم الذهب. مظبوط. والذهب فيه يعني بسم الله ما شاء الله بكثافه شديده جدا. دي حقيقه. الذهب بالتحديد بيعمل ايه؟ يعني الذهب دلوقتي الناس بره بتستخدمه في علاج مشاكل كبيره، يعني امراض كبيره جدا. فاعتقد انه شويه مشاكل في البشره، شويه تجاعيد وبتاع، هيبقى يعني طبعا بيشتغل عليها، هتختفي تماما. طبعا. هو طبعا ماسي دورو جولد طبعا احنا خلاص بقينا معروفين كريم الذهب. فيعني خلاص ممكن الناس ما تبقاش حافظه اسمه، بس حافظه ان هو كريم الذهب. فهو طبعا اكتر حاجه بتميز طبعا ماسي، وطبعا بلس الذهب في حاجات كتير، بس الجولد بارتكلز احنا بنعتمد على جولد بارتكلز يا يمنى، مش بنعتمد على مية ذهب او ماسك ذهب. انا بعتمد على جزيئات ذهب عيار 23. جزيئات الذهب دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل اول حاجه خالص انا لما ابتدي احطها على وشي، اولا هحس بايه؟ بلسعه خفيفه او بسخونيه بسيطه. دي بتبقى نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. تنشيط الدوره الدمويه ده معناه ان البشره بتبتدي ان هي تستقبل كل الانجريدينتس بتاعه الكريم وتبتدي انها تستفيد بيها. تمام. دي حاجه. الخطوط بتحمر بالظبط كده. بتحمر، بتدي لون وردي كده اكنك حاطه بلاشر. اوكي. فدي حاجه برضو بتسعد الناس. وحاجه كمان ان الجولد بارتكلز تبقى باينه، يعني بتبقى ملحوظه بتبقى باينه على الوش. بالظبط كده. فدي حاجه. تاني حاجه طبعا، طب هو بيشتغل بصفه اولى على التجاعيد، لان هو بيحفز انتاج الكولاجين. فتحفيز انتاج الكولاجين ده بيساعد تماما على علاج التجاعيد السطحيه، وكمان تاخر علامات التقدم في السن. فدي حاجه كويسه جدا. بالنسبه للجولد بارتكلز، الجولد بارتكلز برضو بتشتغل على التفتيح، بتشتغل على صبغه الميلانين ان هي بتقللها، وبالتالي يرجع اللون البشره للون الطبيعي، يوحد لون البشره تماما، اي هالات سوداء موجوده تحت العين يخفيها تماما، اي اثار حب شباب يخفيها تماما. ماسي للوش والرقبه صح؟ مزبوط. يعني اللي يستخدمه لرقبته ووشه، مش الوش بس. مظبوط. صح كده. حتى مزبوط. لو محجبه. طبعا وشك ورقبتك وانت قاعده في البيت يعني. بالزبط. فلازم يبقى شكلك حلو برضو. مظبوط. في اوقات معينه يعني بينصح باستخدامه فيها؟ هو ماسي دورو جولد هو حتى مكتوب على علبه يمنى ان هو مورنينج اند ايفنينج، يعني الصبح وبالليل. بس الناس في مثلا ناس بتفضل ان هي تحطه مره واحده بس، فيفضل ان هو استخدامه بس بالليل. لان سرعه استجابه البشره بتبقى اعلى، وبستفيد منه تماما. فانا لو عايزه استخدمه، لو انا مثلا مش بنزل الصبح او مش مثلا انا قاعده في البيت، حلو ان انا كفايه قوي ان انا احطه مره بس بالليل. لو انا عايزه انزل، لو بنزل الصبح حلو برضو ان انا احطه الصبح، لان هو في عامل وقايه من الشمس اللي هي ماده اسمها تيتانيوم دايوكسيد، دي بتساعد ان هي تحمينا من اشعه الشمس الضاره. طب وسان بلوك اخباره ايه معاه؟ يعني بنحط الاثنين ولا؟ لا هو كافي. هو كافي جدا ان انا استخدمه من غير سان بلوك. يعني انا حتى هو السان بلوك استغنيت عنه. ده حلو جدا. ما يعني بقول لك في مكونات تانية كتير هنتكلم عنها، بس احنا عايزين نقول للساده المشاهدين ان ماسي منتج مرخص
من كذا جهة مش من جهة واحدة. ويمكن هنشوف التراخيص على الشاشة دلوقتي ودكتورة دينا هتقول لنا التراخيص منين. خلينا نستعرضها على الشاشة. وطبعا احنا بننصح اي حد ما يستخدمش اي حاجة الا لما يكون عندها ترخيص من جهة واحدة على الاقل. ماشي ثلاث جهات صح؟ مظبوط. طبعا اللي هيخليني يبقى عندي ثقه في المنتج ان هو يبقى مرخص، مش هينفع ان انا استخدم اي منتج كده وخلاص. فطبعا ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، ويعتبر ده حاجه كافيه جدا ان انا استعمل برودكت بشكل امن. بس ماسي دورو جولد مش بس مرخص من وزاره الصحه المصريه، هو مرخص من حكومه دبي الامارات ومرخص من دول الاتحاد الاوروبي. فثلاث جهات مختلفه قدروا ان هم بيعملوا زي ما بنقول كده، يعني بياخدوا عبوات عشوائيه يومنا بيبتدوا يحللوها ويشوفوا ان هي مطابقه للمواصفات ولا لا. فكل الجهات دي طبعا اقرت ان هو مطابق للمواصفات، ان هو بيعالج كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، التجاعيد، الهالات السوداء، البقع والتصبغات، كل ده بشكل امن جدا وبدون اي اثار جانبيه. طيب عندنا تقرير، نروح لتقرير يا جماعه، يلا بينا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، يمكن شفنا الفروع في التقرير وليكوا فروع، يعني انتوا متواجدين مش بس في مصر علشان الناس كتير قوي بتسأل. قولي لي الفروع بتاعتكوا فين بالتحديد، وازاي الناس تقدر تتواصل معاكوا او تحصل على ماسي دورو جولد؟ اوكي، طبعا هو ماسي دورو جولد هو منتج ايطالي يا يمنى من A to Z، فهو مقر الرئيسي للشركة هي ماسي فارم ايطالي موجود في ايطاليا. تمام، عندنا كمان ماسي فارم ايجيبت هنا في مقرها بيبقى في القاهرة، وعندنا كمان فرعين في دبي، ماسي فارم جولف لمستحضرات التجميل في دبي الامارات، وماسي فارم جولف اللي هي مقرها في جبل علي برضو دبي الامارات. فده كده فرعين في دبي. وان شاء الله قريب قوي هيبقى في امريكا باذن الله، هيبقى مقرها في فلادلفيا باذن الله. كويس جدا. التواصل بقى بيكون معاكوا ازاي، او الحصول على ماسي بيكون ازاي؟ هو التواصل بيبقى من خلال الارقام اللي بتبقى موجوده على الشاشه. بتبقى احنا عندنا ارقام خاصه بمحافظة القاهرة أو بمصر عموما، وعندنا أرقام خاصة بدبي الإمارات، وعندنا أرقام خاصة بجميع أنحاء العالم.
اي ارقام بتظهر على الشاشه اي حد هيتصل هيقدر ان هو يتواصل معانا ويوصل له المنتج على طول. يعني طريقه الحصول عليه الطريقه الوحيده هي من خلال الارقام. مظبوط. طب ليه مش مطروح في الماركتس او في الاسواق او في اي مكان؟ بصي، هو اولا احنا بس الفكره ان احنا هو يعني احنا منعا اي غش تجاري او مثلا يحصل اي مشكله. فبنتجنب المشاكل دي تماما. حلو ان انا يبقى المنتج موجود من في المصدر. المصدر الوحيد ليه هو شركه ماسي فارم. ان انا اوصله بشكل امن جدا لاي عميل في اي مكان. احنا كمان عارفه احنا بنوصل لكل محافظات مصر، يعني احنا ما بنقولش لاي محافظات لا. يعني ما عندناش اي مشكله، ولو حتى بعيد، وحتى لو بعيد ما عندناش مشكله. العنوان بناخده بالتفصيل بيوصل في اسرع وقت ممكن. وفي تفاعل من المحافظات يعني كتير. علشان فكره التجميل او الجمال او ان انا اشتري حاجه اظبط بيها وشي او جلدي، في ناس ايه تقول لك ايه انت صغيره ولا انت مش عارفه ايه ولا اعملي ايه. الفكره دي لسه موجوده ولا تلاشت بشكل كبير جدا؟ وكل الستات دلوقتي بقى عندها وعي، وكل الستات عايزه تبقى حلوه، سواء كانت في الصعيد ولا في اسكندريه ولا في محافظه ولا ولا ولا، او حتى بتنتمي لشريحه معينه، مش شرط تكون الشريحه مثلا او الطبقه الاجتماعيه من الناس اللي يعني. الفكره دي تلاشت بشكل كبير يا دكتوره؟ تلاشت تماما، يعني بجد والله تلاشت تماما. احنا اصلا كتير جدا من محافظات مثلا لو الصعيد بيكلمونا كتير جدا. وفي برضو فكر ان انا ايه، خلاص انا وصلنا ان احنا كل واحد عايز يهتم ببشرته. كل واحد الفكره على فكره بتاعت نبدو اصغر 10 سنين مقصره جدا في الناس، اللي هو انا بجد فعلا هحط ماسي دورو جولد، احس ان انا بشرتي بقى شكلها شبابي، يعني ان انا بقى رجعت تاني زي ما كنت مثلا. فدي فرقه معاهم جدا. وفعلا ماسي دورو جولد قدر ان هو يوصل للناس، وقدر ان هو يحقق النتائج المطلوبه منه، ان هو يخفي كل عيوب البشره، ان هو يعالج لي كل مشاكل البشره. فطبعا لا، ناس كتير من محافظات مختلفه خلاص بقى عندها الوعي ان هي لازم تهتم ببشرتها. بنتسال كتير جدا عليه. وعايزه اقول لك بس اضحكي على حاجه، يعني ان هو مثلا ناس بتكلمني يعني ان هي عايزه تاخد ماسي دورو جولد، هي عايزه تتجوز مثلا. كتير. والله يعني هي حاسه ان هو مثلا هيفرق معاها في شكلها، فحاسه ان هي عايزه تبقى ظاهره بشكل كويس، بمظهر كويس. ان هي البشره على فكره هي عنوان البني ادم او يعني الوجه. احنا بننصح اي واحده داخله على مشروع خطوبه كده، حد متكلم عليها، حد في يعني حاجه، تستخدم ماسي دورو جولد يعني. وهيفرق معاها. هيفرق معاها تماما. هيفرق معاها وهتحس فعلا بفرق كبير. طيب. هل بيتعارض بقى مع الميك اب؟ في ناس تحب الميك اب قوي طبعا، غاويه ميك اب يعني. فهو بيتعارض مع موضوع الميك اب ده؟ هو لا يتعارض تماما مع الميك اب، بالعكس. انا ممكن يعني ماسي يعتبر بنستخدمه كبروتكتيف لاير، يعني اكنها طبقه حمايه او طبقه وقايه. فبيبقى اكنه بمثابه ماده او طبقه عازله ما بيني ما بين بشرتي وما بين الميك اب اللي انا بحطه. فحلو جدا ان انا استخدمه قبل الميك اب، بس افصل مثلا نص ساعه او حاجه وابتدي احط الميك اب اللي انا عايزه. وبعد فتره ان شاء الله يمنى ما تحتاجش اصلا ان هي ايه تحط ميك اب يعني. ولا تحتاج. خلي بالك في ناس بتحط الميك اب عشان هي مضطره. طبعا. في ناس بيتطلب منها ان هي تحط ميك اب. فالناس اللي مضطره دي بتبقى عايزة أي حاجة علشان تتخلص من لعنة الميك اب اللي بتفرضها يعني. على فكرة يعني الناس على فكرة اللي هي فعلا في شغلها على طول مثلا لازم تحط ميك اب، تلاقيهم بره الحياة دي أو بره الحياة العملية مفيش نقطة ولا نقطة يعني. هم أساسا بيبقوا زهقانين، بيبقوا عايزين أنا نفسي أحس إن أنا أخرج الشارع وأنا بشرتي مش عليها حاجة. أيوة. مش قادرة أريحها. أريحها. حتى ببقى عاوزة أريحها من الميك اب. عشان كده فعلا في طبقة كبيرة جدا يعني وهي خارجه بره، ويمكن حتى يمكن اكترهم الناس اللي بتشتغل في الميديا او في الفن او كده بره الشغل، معظم الناس دي ما بتحطش خالص خالص. ده بيبقى حقيقي لانه بيبقى مش معقوله كمان وانا خارجه اعمل شوبينج، ولا وانا خارجه رايحه زيارات عائليه، ولا رايحه اشتري حاجات من السوبر ماركت، ولا رايحه مش هحط ميك اب كمان. لا مش طريقه. ساعات بتبقي انت عايزه تشوفي نفسك طبيعيه يعني، خلاص مش عايزه تشوفي حاجه على وشك، عايزه تحسي ان انت لما بتبصي في المرايه وانت وشك من غير ميك اب ان انت حلوه. صح. يعني أكيد. ان انت بشرتك هيلثي فعلا بمعنى الكلمه، ان انت وشك اكنه بيتنفس. الا لو استخدمنا بقى الحاجات اللي طبعًا. تساعدنا طبعًا. ان احنا يبقى عندنا الجرأه ان احنا نخرج من غير ميك اب خالص. طبعا طبعا. يعني بحترم جدا الناس بصراحه اللي بتخرج من غير ميك اب في, 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 في الايام العاديه. بس ده ما بيجيش بالسهل، لازم انا بشرتي تبقى حلوه. أكيد. ما انا بشرتي مش هتبقى كلها بايظه وهيبقى عندي الجرأه ان انا يعني لا بالعكس. اطلع من غير ميك اب. صعب
صح كده، صعب عليك. فماسي بيساعدنا بقى في الموضوع ده. ماسي بصي بيساعد من الدرجه الاولى على الموضوع ده كله، لان ماسي خلاص بيخليني انا بستخدم برودكت واحد، هي علبه واحده 120 ملي بتغنيني بقى عن الصن بلوك اللي هو اول حاجه مثلا ممكن بحطها الصبح عشان اتجنب اشعه الشمس، الكريم اللي هو او السيرم اللي تحت العين الهالات السوداء، كريم التجاعيد، كريم التفتيح، كريم مثلا ان هو يضيع لي او يوحد لي لون البشره. فكل ده انا بستخدمه، المجموعه الكئيبه اللي كنا اللي هو انا ممكن استخدم واحد يمنى والتاني انساه. لو استخدمت واحد هكسل عن التاني، طب مش هنساه، هكسل ان انا استخدم التاني. فانا بوفر دلوقتي ان على اي مثلا كاستمر ان هو يستخدم ماسي دورو جولد هيستخدمه الصبح وبالليل، وممكن يكتفي بس ان هو يستخدمه بالليل، هيغنيه تماما عن اي استخدام لكريم تاني، وهيشوف فعلا النتيجه في خلال 6 شهور قد ايه فعلا بشرته استجابت لي وفرق معاه فعلا، وازاي فعلا مثلا الخطوط التعبيريه البسيطه، التجاعيد البسيطه، ان هو ساعد ان هو يشد الوش شويه. فلا نتائجه فعلا هايله، والحمد لله الفيدباك بتاعه فعلا الحمد لله رب العالمين هايل. طيب الناس اللي برضو مش عايزين ننساهم اللي هم ايه بيحقنوا بوتوكس وفيلر وغاويين ومش عارفه ايه، وفي ناس تحقن وتقول لك مش عاوزه احقن تاني، وفي ناس اصلا يعني في دماغها تحقن بس هي قلقانه، في ناس بتخاف، وفي ناس بتخاف مثلا، وفي ناس حقنت وعاوزه تبقى في حاجه تعمل سبورت شويه للموضوع الحقن في الشريحه دي كبيره. هل بقى بيتعارض مع الناس دي ولا ايه؟ تمام. هو ماسي دورو جولد اولا لما لو كملنا الانجريدينتس بتاعته هنلاقي ان هو في ماده الفيلر اللي هي الهايلورونيك اسيد، دي الماده اصلا اللي بتتحقن لما انا عايزه اقول للدكتور انا عايزه احقن فيلر، هو بيحقن الهايلورونيك اسيد. فانا ماسي دورو جولد فيه الماده ديت، فانا كل يوم انا بدي البشره هايلورونيك اسيد. لو انا مثلا انا من الناس اللي مش حابب ان انا اعمل فيلر وبوتوكس، تمام، لو انا عندي بس تجاعيد سطحيه او خطوط التعبيريه البسيطه كافي جدا ان انا استعمل ماسي دورو جولد. تمام. طب انا متعوده ان انا لازم احقن فيلر او بوتوكس، بالعكس انا مع استخدامي الماسي دورو جولد هيعزز نتيجه الفيلر او البوتوكس اللي انا حقناه. يعني بدل ما بيقعد معايا مثلا الفيلر 6 شهور يقعد فتره اطول من 6 شهور بعد استخدامي من ماسي دورو جولد. كويس. يعني طبعا هو بيطول المده، بيطول المده، يعزز تاثير الفيلر او البوتوكس اللي انا حقناه. فحلو جدا ان انا استخدمه. طب انت عارفه موضوع انواع البشره ده بيعمل برجله لناس كتير، واللي تقول لك ده انا بشرتي، طب انا بشرتي دهنيه يعني هعمل ايه، عايزه عنايه خاصه، واللي تقول لك طب انا بشرتي جافه، واللي ما اعرفش ايه عندي الجزء ده جاف والجزء ده دهني، يعني بتلاقي او البشره الحساسه، كل الناس بقت بشرتها حساسه اليومين دول مش عارفه في ايه، تقول لك اصل انا بشرتي حساسه جدا، وهي اصلا يعني انا مش عارفه يعني اصلا يعني ايه بشرتي حساسه. فاهماني؟ بصي هو ما فيش حاجه اسمها بشره حساسه، وفي حاجه اسمها احنا مش كلنا استجابات، يعني استجابه البشره بتاعتنا مش كلها كلنا زي بعض. هو طبعا في بشره حساسه، هو في هي انا بس مش كل الناس كده عماله تقول انا بشرتي حساسه. لا هي الفكره ان انا ممكن بشرتي تبقى حساسه من ماده معينه. يعني هي دي الفكره، ان انا عندي حساسيه من ماده معينه، يعني الناس مثلا اللي ما بتاكلش المانجا عندهم حساسيه من المانجا، الناس اللي ما بتاكلش الفراوله. نفس الموضوع بيبقى في الانجريدينتس بتاعت الكريم عندي. ان انا ممكن يظهر عندي حساسيه من انجريدينت معين. فاهمه قصدي؟ فهي دي الفكره، ان انا لما حد يجي يقول لك اصل انا بشرتي حساسه، هي مثلا حطت كريم فضايقت منه او حس ان هو ما جابش نتيجه معاها. بس احنا في ماسي دورو جولد الموضوع اختلف معانا تماما. ليه؟ لان احنا حافظنا ان هو ينفع لكل انواع البشره. انتوا جربتوه على جميع انواع البشره؟ بالظبط كده. بالظبط. اولا مثلا لو اتكلمنا عن البشره الدهنيه، البشره الدهنيه احنا عاملين ماسي دورو جولد بطريقه اسمها النانو تكنولوجي. فالنانو تكنولوجي دي بتخلي جزيئات الكريم عندنا صغيره جدا فيمتص بسرعه، فما يسيبش اي اثار دهنيه ولا اي اثار زيتيه. تمام. بالنسبه للبشره الجافه الماسي دورو جولد فيه عناصر ترطيب عاليه جدا، واهمها الكافيار والسيرامايدز، المادتين دول مهمين جدا. احنا ما اتكلمناش على الكافيار ده، الكافيار ده لوحده قصه. بالظبط، قصه يعني كبيره. ده بره بيعملوا قلبان عن موضوع الكافيار ده. ما انا بقول لك، فالكافيار والسيرامايدز المادتين دول مهمين جدا جدا يا يمنى في الترطيب، ان هما بيخلوا البشره تحتفظ بالميه، فبالتالي ده ياخر لي تماما ظهور علامات التقدم في السن واللي هي التجاعيد اللي بتظهر معانا مع تقدم العمر. فدي انا برضو حافظت ان ازاي ماسي دورو جولد قدرت استخدمه مع البشره الجافه، البشره الحساسه. البشره الحساسه برضو ماسي دورو جولد فيه عناصر مضاد للالتهاب كتير جدا، ومنها برضو الكافيار.
يعتبر مضاد للالتهابات. فأي حد بيحطه الحمد لله ما بيحصلش أي التهاب أو أي مشكلة. فأنا هو أنا نفعت كل أنواع البشرة. يعني أنتم مراعيين في المكونات طبعًا. إن هو يكون مناسب لجميع أنواع البشرة. مظبوط. طب الألوان الألوان بقى ما إحنا دلوقتي يعني السمرة لها مشاكلها طبيعي. والفتحة لها مشاكلها والسمرة عايزة تبقى فقط تفتح شوية والبيضة بتلاقي عندها يطلع لها نمش ويطلع لها مش عارفة ايه. يعني الالوان دي بقى التركيبة الالوان دي راعيتوها ازاي برضه؟ الفكرة ان ماسي دورو جولد هو يصلح لجميع الوان البشرة وانواع البشرة. البشرة الفتحة، البشرة الغامقة، البشرة اللي هي القمحية، كل واحد ماسي دورو جولد بيديه اللوك بتاعه. ما فيش اختلاف يا يمنى ان انا مثلا بشرتي سمراء وما ينفعش استخدم ماسي. بالعكس انا بتكلم يعني بشرتي سمراء، انا ربنا خلقني سمراء يعني بشرتي حلوه. لو انا عندي عيوب مثلا، عندي هالات سودة، عندي تجاعيد، ماسي هيعالجها لي 100% خلاص. ما فيش مشكله. انا بشرتي فاتحه وعندي بعض مثلا اللي هي الاثار البنيه او عندي بقع وتصبغات، ماسي دورو جولد باستخدامه لمده 6 شهور يبتدي يوحد لي لون بشرتي تماما. البشره القمحيه، البشره القمحيه مثلا بتشتكي انها عندها واحده عندها كلف، بعد في خلال 6 شهور لو استخدمت ماسي هيخلي البقع البني اللي هي الكلف تختفي معاها تماما. طب لو واحده اغمقت بشكل يعني وشها كله اغمق مثلا، تشتغل في شمس بقى، خست، حصل لها اي حاجه، دي ممكن تفتحها يعني طبعًا. دي ممكن ترجع تفتحها تاني. بالظبط بالظبط. لان هي اختلف في لونها. عارفه لو مثلا اتكلمنا مثلا عن محجبات مثلا، اكتر الناس اللي هتلاقي فعلا الفرق ده واضح، يعني ان هم مثلا خدودهم في فرق عن جوه. فده معناهم ان هم اللون بتاعهم اختلف او اسمروا. لا لو استخدموا ماسي دورو جولد يرجع تاني يوحد لون البشرة ويرجعها للون الأصلي. طيب الرجال برضو ليهم طبعا حظ ولا ايه؟ لا طبعا ليهم حظ. ولا بصي فعلا بجد ماسي ما بي يعني ايه ما بيميزش حد. بيقولك دايما الجلد الرجالي مختلف عن الجلد النسائي شوية. هو سميك شوية. يعني بس برضو لا هو فعلا انا زي ما بقولك ماسي ما بيفرقش بين حد، ما بيميزش ما بين حد، راجل او ست، كلنا بنعاني من نفس المشاكل. الراجل مثلا مع تقدم العمر بيظهر علامات التقدم في السن، مع نزوله في الشمس بيبتدي يظهر عنده بقع وتصبغات. وعلى فكرة احنا فعلا رجال كتير بيكلمونا وبيبقوا عايزين فعلا اللي هو عندهم مشاكل في بشرتهم وعايزين يعالجوها زيهم زي السيدة. هي الفكرة بس ان احنا الستات هي يعني كيرنج على موضوع البشرة والجمال والمظاهر اكتر، بس في رجالة طبعا وفي شريحة كبيرة جدا بيبتدوا ان هم يهتموا بالموضوع ده وعايزين يعالجوا نفسهم. فطبعا ماسي منسيش حد، ماسي بيعالج اي نوع بشرة واي لون بشرة وسواء ست او راجل. طب احنا عايزين نقول قبل ما نختم ان هو بيتحط، لو اتحطتوه بالليل ما تغسلوهوش. لا لا بتناموا عادي، تصحوا الصبح تغسلوا وشه. مظبوط صح كده. حتى لو انا هحطه مثلا بالليل وعايز اصحى اصلي الفجر هو اتشرب تماما يا يمنى، يعني يتوضوا ويصلوا عادي ما فيش اي مشكله. المهم بس ان انا افصل مثلا يبقى ساعتين ثلاثه. تمام. انا بشكرك دكتوره دينا على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه دكتوره دينا نجيب. احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت، بنقابلكم يوميا الساعه 3 عصرا والقعده بتكون تاني يوم 8 صباحا. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يبعته لي من خلال صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اتمنى دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.